موجز الأخبار على الحياة فام. رابعة مساء هنا من الحياة فام، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. خصص الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي مساعدات عينية بقيمة 4 مليون دينار لفائدة 15,000 عائلة من العائلات المعوزة والفقيرة في تونس في 24 ولاية، لا سيما في المناطق الريفية والجبلية والأحياء الشعبية التي تعيش حاليا على وقع موجة من البرد. وقال منير الحاجي مدير عام الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لوكالة تونس افريقيا الأنباء بأن الاتحاد انطلق منذ شهر ديسمبر الماضي في توزيع تلك المساعدات العينية في إطار برنامج السنوي لمساعدة العائلات الفقيرة شراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية. وتتمثل هذه المساعدات التي يتواصل توزيعها في إطار هذا البرنامج في 300 طن من المواد الغذائية و15 ألف قارورة زيت و300 قطعة ملابس و30 ألف زوج حذاء و30 ألف غطاء صوفي و4000 حشية، وفيما أفاد به منير الحاجية. صنف بارومتر الوجهات الذي يقوم به الموقع الفرنسي المختص في السياحة والرحلات والترفيه الإيكوسياحي تونس الوجهة الرابعة عالميا من بين الوجهات الأكثر طلبا لدى الفرنسيين حسب حجم المبيعات خلال كامل سنة 22 و2000. وزادت المبيعات وفق هذا البارومتر الذي أعده الموقع الفرنسي عن طريق منصة الرحلات والترفيه بنسبة 8% مقارنة بسنة 19 و2000، كما زاد معدل أيام المقاضاة في تونس بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة. انعقدت اليوم السبت 21 من جانفي في الجاري بحديقة اليابان بتونس العاصمة فعاليات افتتاح تظاهرة فرصة ستريت الذي ينظمها مركز الأعلام التونسي الألماني للتشغيل والهجرة وإعادة الإدماج يومي 21 والثاني والعشرين من جانفي في الجاري بالتعاون مع المنظمة العالمية للهجرة ووزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبلدية تونس، وذلك في إطار دعم كل المبادرات الرامية لمعاضدة مجهودات الحكومة التونسية في مجال تكوين وتعطير المواد البشرية وتقريب مختلف الخدمات المزداة من طرف هيكل الدولة والشركاء الوطنيين والدوليين، حيث أكد نصر الدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني في كلمته التي ألقاها بهذه الفعاليات بأن هذه التظاهرة تهدف إلى المساهمة في التعريف بالخدمات التي توفرها الدولة التونسية وشركائها لفائدة الشباب من طالبي التكوين والباحثين عن شغل والراغبين في ريادة الأعمال، وذلك في صياغة مختلفة. وتتمثل في خريطة ديناميكية الخدمات والفرص المتاحة للشباب التونسي في مجال التكوين المهني وريادة الأعمال وبرامج تحسين التشغيلية، حيث نوه أنصيبي بهذه البادرة مثمنا مجهودات كل الشركاء الوطنيين والدوليين لمعاضدة مجهودات الدولة التونسية في مجال التشغيل والتكوين وريادة الأعمال. وفي العالم، أعلنت السلطات المولية لموسكو بأن الجيش الروسي دمر خط الدفاع الأول للقوات الأوكرانية في حين هيمن الخلاف على أعمال اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي الناتو في قاعدة راشمتاين الجوية بألمانيا بشأن إمداد أوكرانيا بدبابات قتالية ألمانية الصنع والسماح للدول الأخرى بذلك. نهاية العرض الإخباري الموجز، قدمه لكم نصر الدين حميدة، والمشوار يتواصل مع الماجستير سفيان العمري. إلى اللقاء.